نيجي بقى في السؤال ده شهيد جدا بيه في الامتحانات، حتى لو في اورال برضه بتتسال كتير قوي، اللي هو الليجن في اماكن معينه في الفيجوال باثوي. يعني مثلا لو واحد صار مثلا حاسه مثلا وقطع قبضه نار، يلا صح انا عايز اقول لك جو بتاع الرايت اي، العيان هيشعر بيه، العيان هيشعر بيه. امشي هتحط كده، ده بيجي لي فيجوال فيلم بتاع مين؟ ها؟ الرايت اي، يبقى كده خلاص يبقى احسن حاجه، يبقى في الرايت اي مش يشوف، يبقى في بلايند نيس فين؟ ومين بقى النص اللي مش اللي هو التمبر؟ حاجه
والتاني نسميها ايه؟ فايتر بروتينين. انا بجيبها فيها في الامتحان مثلا بقول لك والله ده في سكر في يوم عند عيان مش عارف بيشرب كذا كذا كذا، قول لي بقى هيجي له ايه؟ انا هجيب لك بقى كذا حاجه فايتر بروتينين مش عارف. في حاله ثانيه بتتقال تقوم مختار منها فايتر بروتينين. طيب حاله نادره دي حاله كومن في الحاله النادره يا جماعه ممكن لو حصل دامج للبرفرال بارت بتاع مين؟ بتاع اوبتيك كاز. دي حاله نادره عشان دي تحصل لازم يقولوا يعني ان يحصل في حاجه اسمها ثيرد فينتريكل اسمها نيورو اناتومي ثيرد فينتريكل. لو حصل له انها اوفر ديستنشن ده جاي يخلي يعني ضغط على النيورو بل هو بايدين ولا سميها بايدين؟ بايدين من ايه؟ بايدين من ايه؟ بايدين لو جيت قطعت لو حصل ليه جنزان الاوبتيك تراك الاوبتيك مين؟ الاوبتيك تراك او حتى الهيدروجين بيبقى او حتى الاوبتيك راديشن لو حط يعني هو الاوبتيك ده نادرا ان هو يتقطع كله بس يعني انا مش عايز اتعبت السنين في خبره علم النفس في الدرس مش هتسد كل حاجه بقى فيه تفاصيل التفاصيل المهم ابتدى مش عارف دلوقتي اتقطع مين ها الالوان مش هشوف مين في النيزل ولازم ده بص هتتبعه مش هشوف مين ده بص يبقى مش هشوف مين هم دلوقتي مش هشوف نيزل ده عند الرايت اي تمبرال ليفت اي. طب ايه رايك ايه رايك ايه رايك عشان اسالها لك قوي ده كنت الكلام اللي هو اللي صح؟ الرصاص اليسرى مش هتشاف الفكره؟ الرصاص اليسرى لما اقطع اليمين خد فكره اليمين الرصاص اليسرى مش هتشاف ولو اقطع بقى الليفت انا الرصاص اليسرى مش كده الرصاص اليمين اذا انا لو قطعت الرايت المشكله هتبان فين؟ في النص اللي هو فينا الليفت. طبعا لما اقطع رايت والمشكله تطلع في الليفت كده سمعي معنى ايه؟ ابسي لاترال ولا كونترا لاترال؟ ابسي يعني سيستم سايد كونترا لاترال اسامي الحاله دي بقى مش معناها الحاله دي هتبقى عامله زي الاول لا مش معناها هتلاقي كونترا
لاترال هجور النص خيمي هجور النص المعاكسه ده كنت رافع وعموما وصل من اللي فيها تشكيل فاهم تشكيل يعني نزل معانا طيب نفس الكلام يعني وقلت لكم وقت الامتحان لما اجي اجيب السؤال ده اقول لك والله ده في اوبتيك او في التشابه في الكوره في ليجن في الاوبتيك تراك وفي ليجن في الاوبتيك مين ها؟ الديشيشن الاثنين بيجوا نفس مين ها؟ نفس المانفستيشن نفس الاعراض طب اعرف منين هو النوع اللي امام؟ انا لسه جاوبت عليه نعمل المريض ده لايف فيكس لان اللايف فيكس اختفى يبقى انا لان اللايف فيكس موجود قول يا جماعه طب تيتشر حتتين دي اللي غير حتى المديتيشن نفس البوزيشن ضايع يعني البوزيشن ما بتفرقليش مين يفرق؟ لايف فيكس جيت نيجي بقى لـ 17 الـ 17 دي يا جماعه في منطقه هنا اسمها يعني طبعا الريتنا كلها ريبريزنت في الـ 17 المنطقه يا جماعه مين المنطقه الحساسه قوي في العين اللي هو الموست اكل بوينت اوف ذا اي قلنا الفوبيا فوبيا فوزن كرات او الماكله لوتر فالماكله دي يا جماعه متسلسله فيها كبيره قوي لاهميتها فين؟ كنت اقول معاها 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 كنت اق
الرصاص اليسرى الرصاص اليسرى مش هتشاف واضحه بس في جديد بقى مع في داير عندنا في داير عندنا في السنتر في داير ما تاثرش فيجن المنظر دي ما تاثرش طب المنظر دي اسمها مين؟ دي الفيجن بتاع مين؟ فيعتبر الليجن الماكرو فيجن ما حصلش فيه ضرر ما حصلش فيه مين؟ طب فدي لو جماعه بنسميها سبيرنج يعني سبيرنج يعني ليجن حصل في مثلا وليكن مثلا الغرفه دي مثلا ليجن حصل في ثلاث ارباعها وفي ربع لا في الصوت ولا يعني مثلا حصل حريق او اي حاجه ما حصلش ففي ربع كده ما ايه؟ ما حصلوش حريق سبب ربع ده ولا جديد الربع ده حصل له سبيرنج يعني اتوفر او لم يصاب او حاجه كده فدي في الحاله الانسانيه بقى بتيجي تلف في امتحانات يا جماعه لما يبقى في ليجن فيه 17 بيحصل حاجه اسمها قولوا معايا كونترا لاترال كونترا لاترال يبدا منها هرمون مصر هيل انوبيا كم بقى ها تقريبا بتبقى ويب ذس ويب ماكيولار سبيرنج يعني الفيجن بتاع لم يحدث ليه؟ يعني قال لك الماكرو دي بتمثلها في كده فلو في مثلا اصابه مثلا تلاقي 17 ليجن فقال لك يعني غالبا ما بتاثرش ايه اللي بتاع الماكرو دي ما بتضمرش؟ انت يا جماعه الماكرو دي لها ضمر منها؟ لا راس الطايف انما هي 17 اللي هو سيزون طايف لو انقطع لو قفل الارض دوت والاوكسيوم هيدمر ايه 17 ومش هيدمر مين؟ منطقة المكنة فهمت بقى يا جماعة دي في المهام المهم بتاع اللي ما نسيت حتة بقى اللي هي ايه الفانكشن بتاع ايه 17 وايه الفانكشن بتاع ايه 18 ايه 17 دي يا جماعة دي قلنا بتعمل بيرسبشنز اللي هي فيجن شايف حاجة شايف شايف مثلا حمار مثلا بس مش عارف حمار شايف حاجه كده مين بقى اللي بيفسر لك ان الشيء ده ايه هو؟ ال 18 19 كمان ال 19 مهمه جدا في حاجه اسمها كلر فيجن برضه ال 19 دي مهمه جدا اللي كانت بتدمج يا جماعه مين هنا؟ الصورتين بتوع الفيجن بتدي صوره واحده تعمل فيوجن ال 18 19 19 بتحدد بعد الاشعه من العين تحدد بعد الاشعه منها والموفمنت برضه حركه الاشياء بس خلاص ده اللي كان يخص الفيجوال